السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على ياسين إبراهيمي وين مرشح للعودة إلى أوروبا. عنده الحق، خاصو دوري، ما دوريت هذاك دوري، انا تبان لي بلي دوره رمضانيه. الناس اللي يكون خاصو بيعمر الكونت يروح في ماكو صغير، ماك واحد لي صغير يروح في ماك يردم روحه. راه وين شوف سفيان هني مركب عالمي، سجل هدف عالمي، ديمي فولي تاع كي داير مركبها، بصح ما مشاتلهش شي. الناس هي تهضر على بنيتو ويهضروا على ابراهيم، بصح ياسين سفيان هني فانك لاعب كبير، سفيان هني فين لاعب كبير، الناس اللي ناسينه ما يهضروش عليه. كاين شي اسماوات كيما زدادكا، تا في الماضي في اللي كسالهم هنا حروف تاع زدادكا باش ولاو يهضروا على زدادكا. بالماضي ما عيطش احمد طوبه، خرج لك الصحافي مؤمن، خرج له يقول لهم لعاب ضعيف ويلعب في دوري ضعيف، وحنا عندنا اللعابه تاعنا بعد الخمسه وقيلا ما شاء الله يلعبوا في الدوري البلجيكي. رمزي مين جاي؟ مين راه يلعب؟ بصح طوبه الدوري البلجيكي وين هولندا هذاك، بلجيكا وين اللعابه تاعنا كيما نقولوا كاين لاعبين اللي يلعبوا في الدوري البلجيكي، قال لك دوري ضعيف. نسى بلي كاين لعابه يلعبوا فماك، صحافي كونتلي قال لك دور ضعيف تما، ويشكر لك في اللعابه اللي يلعبوا فماك. بصح مي ولات في طوبه فليك ساله بلي طوبه غادي ينقل عكبه، صح يوجد طوبه ما كان والو، طوبه منفوخ اعلام، ما كانش يهدر على طوبه مسكين، ما كانش طوبه قاعد جاو كونتر عليه، ما كانش يدافع عليه. هذه هي وين نعاود نولو نتكلمو على ياسين إبراهيم. ياسين إبراهيم نورمالمون هدم روحه من بورتو، نورمالمون يقعد في بورتو يلعب، خاطش علاه راك تشوف كي فاق شو عنده سنين في 31 عام، بصح اي بانت له بلي شكلها. هذه هي وين سيكون الجزائري ياسين إبراهيم اللاعب رايان القطري اللاعب حر في شهر جوان المقبل في حال عدم تجديد عقده، ما سيفتح أمامه خيارات عدة منها العودة إلى أوروبا. ومن ممكن أن يكون إبراهيمي في فريقه السابق ران الفرنسي، أو أن يلعب في أحد البطولات الإسبانية. وذكرت العديد من مصادر إعلامية بأن إبراهيمي يحظى باهتمام أندية فرنسية وإسبانية، وأجرت مباحثات معه لضمه في سوق الانتقالات الصيفية. وأضافت نفس التقارير بأن اللاعب يدرس جميع المقترحات، مؤكد أن اقترابه من تحول إلى لاعب حر في أشهر القليلة القادمة. وفتحت شهية أندية أوروبية للتعاقد معه، إلى جانب وجود عروض مغرية من الفرق العربية. يعني هنا أنا ماذا بيا يروح لأوروبا، ماذا بيا يعاود يولي لأوروبا، خاطش علاه هنا تبان لي بلي بطولة تاع خليج، بطولة وصايك يلعبوا بلوطة، يلعبوا بولا وصايك، كي تبقى تشوف يمسيبهم يلعبوا بولا بوغ لا فورم، هذا مكان يلعبوا بولا وصايك عندهم. يعني هو كنت في الخارج كنت هضر عليه يقول لك سباق الجمال، هذا مكان سباق الجمال، ولا يتزوجوا يروحوا الماريكان يخسروا دراهم في لي بار كبار وصايك، هذا مكان تقول له جوار يقول لك شكون، ما على بالهم شي. ولا من تبان له كيما هكا لانيفيرسير تاع ولدو يقول له راني لانيفيرسير تاعي، يقول له كون تجيبها الاول سن الاولى في سن الاولى، تجيبها سن الاول في سن الاولى يقول له نجيب لك ميسي. هذاك الطفل اللي زي روحو يقرا مليح يجيبها سن الاولى، يجيبها الاول في سن الاولى، هيا يجيب له ميسي جون اللي قدامه نورمال، عيد ميلاد في عرس يبغي يجيب كريستيانو يعطيه شكاره تاع دراهم يجيبو يحطو قدامه، يخلي كريستيانو يرقص قدامه. هذا ما كانتو ماش راكم حاسبين، هذه هي الخليج، خليج كيما هاكا ربي عطاهم الدراهم. ومن جهه اخرى
أشار التقارير منفصلة أن اللعاب متوج باللقب بطل إفريقيا عام 2019 وأفضل لعاب في كأس العرب قطر 2021 يحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير ناديه الحالي ريان، وهناك إمكانية كبيرة لبقائه في قطر بتجديد عقده. وكان اللعاب الخض صاحب 31 سنة انتقل إلى ريان عام 2019 ويخوض حاليا موسمه الثالث مع ريان، ويملك في رصيده 21 هدف مع 7 تمريرات حاسمة سجلها في 51 مباراة في الدوري القطري. وبدأ إبراهيمي مشواره الاحترافي في فريق ران بالدور الفرنسي، وسبق له اللعب في الدور الإسباني مع نادي غرناطة، وخاض تجربة أخرى مع يعني في فرنسا قبل أن يتنقل لبورتو عام 2014، حيث سجل 54 هدف وقدم 47 تمريرة حاسمة في 215 مباراة. وعلى الصعيد الدولي خاض إبراهيمي 66 مباراة دولية مع محاربي الصحراء وسجل خلالها 14 هدف. ما شاء الله بربي، يقولوا احنا اذا واحد إبراهيمي نحتاجوه، إبراهيمي لي باج، هذوك لي باج تاعهم اللي كانوا طايحين على إبراهيمي، كانوا دايرين رومبوا، كانوا دايرين يشد البولة، كانوا دايرين يعني طيقوا فيه تاع يشد البولة بزاف إبراهيمي، باش يبعدوه من ليكيب ناسيونال. هي كلش يكون مرسم باش يبيع باش يطردوا لعاب، يعني كلش يكون مدروس حتى وين جامع بالماضي، وين كان متناقض مع روحه، وين قدامنا نلعبوا مع لهنا مع بورتسوانا هنايا في مارس العام اللي فات في مارس، مي قالوا له على إبراهيمي زعماك إبراهيم، قال لهم خطة تكتيكية ما نجمش نلعب إبراهيمي مع بلايلي. ومن بعد كان متناقض مع روحه، من بعد شاهدنا إبراهيمي مع بلايلي، هذه هي من بعد شاهدنا إبراهيمي مع بلايلي. كاش زعمك تاع لعاب انا هاكي نلعب، لا لا لا، ما كان لا خطة، لا حطوا خطة 4-1 4-1 ايا واتكل على الجوارة، صح ما تمشي لكش كيما هكا. احنا شاهدنا فينال سينيغال مصر، شاهدنا سينيغال بدلت 3 مناهج تاع خطة، ثلاثة بدلتهم ثلاثة باش تربح في 120 دقيقة، ثلاثة بدلتهم. وانت يا كيما تدخل انت، واه انا نقولها نقول عاود الجيم بالماضي، انت يا وين عندك لعاب تغييرات ما تبدلش الخطه، تبدل لعابه برك. بلايلي نعرفوا بلي بلايلي في 70 دقيقه 75 غادي تخرجه وتدخل بالرحمه، غادي تخرج في غولي وتدخل بالقبله، ولا الا كان بادم الناس دخل ادم الناس، هذا مكة ليها ما عندك شهر ما اش غادي دير، هذه اللي كنت ديرو عندك زوج ثلاثه تغييرات ما تجيش ما تلعبش، ما يجوك شهر بحال لك شدير. ودخلت في البريكول، دخلت في بريكول كبير، انا نقول لكم لي اول نخليكم لي، دخلت في بريكول كبير حاجه اللي مشيت تاعك داخل فيها، تدخل في صوالح مشيت تاعك تدخل في صوالح مش تاوك، دخل في صوالح مش تاوك. نهار الاول في مارس نهار اللي رواد عند الرئيس تلاقي مع الرئيس قلت لك راك دخلت في امور لا تعنيك، دخلت في امور لا تعنيك، تا مدرب عطيك نورمال، جبت كاع على جهه، جابت كاع على جهه خاطيك، انت رواد دخلت في روحك في صوالح نورمال كاع ما وبعد ولاو لك مشاكل، وبعد ولاو لك ضغوطات، بعد يخرج لك واحد يقول لك اه كاين ناس تنتقم، شي تنتقد، لا كاين انتقاد، كون ما كاش انتقاد هذا صدادقة ما يجيبوش، كون ما كاش انتقاد هذا صدادقة ما يجيش، ما يجيش هذا صدادقة. كاين ثلاثة غادي يجو، ثلاثة راهم هذو صايك نشوفو، هذاك اللي كان يعاير في طوبة مؤمن عيط بالماضي قولو دي انت صاحبك بالماضي قولو راني هدرت فيه ربي ما تبقاش تجيبها، عيط بالماضي مؤمن، عيط بالماضي قول طوبة قولو بيجي في طوبة، قول له خاطش انت راك هدرت فيه
انا قلت لك من نهار الاول قلت لك، انت قال لي لك حروف تيلا عاودوا لصقهم لك بس تهدر عليهم. قلت لي راسك قلت لي